يقول السائل: يوجد عندنا في فرنسا اختلافات كثيرة بالنسبة للصيام، فمنهم من يصوم على توقيت المملكة، ومنهم على الجزائر، ومنهم على المغرب، فكيف نفعل، وخاصة أنه يتعذر في فرنسا رؤية الهلال لأن أمطار وغيوم؟ إذا كان إن عندكم مركز إسلامي في فرنسا فإن المركز يجتهد، المركز القائمين على المركز يجتهدون في معرفة بداية الصيام، فتصومون معهم مع المركز. إذا أعلنوا الصيام وصام المسلمون في فرنسا تصومون معهم. أما إذا كان ما في مركز، إذا كان ما في مركز تصومون على أوثق دولة، على أوثق دولة، الدولة التي تصوم على الهلال، ما هي على الحساب الفلكي، الدولة التي تصوم على رؤية الهلال صوموا معها. أما اللي تصوم على الحساب الفلكي فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصيام عند رؤية الهلال والإفطار عند رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما. فالذي يعمل بهذا هذا هو الذي على الصواب، أما الذي يعمل بالحساب الفلكي هذا غلط غير صواب. نعم.